تم بفضل الله اليوم تدشين مشفى ريف دمشق التخصصي، وهي مشفى ضرورية لتقديم الخدمات الطبية لأهالي الغوطة تخصصية طبعا، وبتكون بشكل محمي من القصف من الدمار وأي أنواع القذائف بإذن الله. الحقيقة كان هذا مشروع نوعي على مستوى الغوطة لطلبه في إدلب وحفظة إدلب وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غرف الاستراحة للمصابين مدير مكتب محافظة دمشق، والدكتور الأخير دكتور عماد قباني مدير صحة دمشق.